اسمي فارس نفاع زي ما حكى لك انا بدرس محاسبه في بي واي يو هاي السنه الثالثه وانا سكنت في الاردن 20 سنه فيعني بعد ما اخلص حكي اذا بدكم تسالوا اي سؤال عن الاردن او عمان اسالوني واذا عندكم اي سؤال ما فهمتوا علي وانا عم بحكي عربي وقفوني وانا بحاول اساعدكم اكثر فراح احكي لكم شوي عن عمان وعن الاردن بشكل عام الاردن من اخر 10 سنين كثير عم بتحاول تصير حديثه عم بتحاول تقلد الغرب غرب يعني اوروبا وعم بتحاول تقلد يعني كمان امريكا تصير حديثه اكثر خصوصا عمان الاردن فيها 12 عاصمه بس عمان هي 12 محافظه بس عمان هي العاصمه بتاعت الاردن وزي ما حكيت اخر 10 سنين عمان كثير عم بتحاول تتقدم وتصير حديثه زي الغرب وزي امريكا محلات يعني اذا انت حابب تزور الاردن كثير مهم تروح تزور البتراء مين سمع بالبتراء اكيد يعني بتسمع اردن على السريع البتراء في بتراء وفي ايش كمان بتعرف شغلات وادي رام عقبه جرش هدول محلات كثير اثريه الاردن كثير فيها معالم اثريه وزي ما حكيت البتراء والعقبه وجرش وادي رام والدتسي اللي هو البحر الميت من ابرز المحلات هذولا راح احكي لكم شوي عن عمان زي ما حكيت انا سكنت 20 سنه في عمان شفت كيف اخر 7 ل 10 سنين عم بتحاول تكون كثير حديثه مثلا راح اقول لكم لو انا هلا بفيق بيوم طبيعي بعمان بفيق بدي اروح افطر وين بروح بفطر في محل فطور بريكفاست فطور بروح محل اسمه الكلحة هذا المحل كلحة كتير مشهور كل حد بيعرفه في كتير كلحة في عمان محلات كلحة أكثر فرع من كلحة ومين بعرف حمص انتو بتسموه حمص بس هو حمص وفي بعمل حمص وفلافل وفول ويعني أكل العربي كتير زاكي بس أخلص مثلاً من هذا المحل فطور ممكن أحكي مع أصحابي أصدقائي أروح على شارع الرينبو مين سمع في شارع الرينبو في عمان؟ أوكي شارع الرينبو كان محل كانت منطقة قديمة جداً يعني جدي كان بعرف شارع الرينبو بس آخر 10 سنين زي ما حكيت عمان كتير عم تحاول تتقدم وعم تحاول تصير حديثة أكتر فرجعوا رمموا هذا الشارع يعني عملوه أجدد غيروا هذا الشارع تماما صار كله محلات بتبيع مثلا سوفينيرز اذا بدك تشتري شغلات يعني مجز وهيك شغلات موجودين كلهم هناك في محلات كتير يعني في مطاعم لكل انواع الاكل اللي بدك اياه يعني بدك مطعم صيني في مطعم صيني بدك اكل هندي في اكل هندي طلياني في كل شيء موجود هناك وهذا الحلو بعمان انه مش بس بشارع الرينبو بعمان بشكل عام بتحاول تنوع بتحاول تجيب عوالم ثانيه يعني مثلا اذا انت جعبالك تروح تاكل مطعم هندي في مطعم هندي بدك محل طلياني في محل طلياني والحلو كمان بالموضوع انه اذا رحت على مطعم صيني الجو داخل المحل كله صيني يعني انت بتحس حالك في الصين الجرسون او الويترز بيكونوا لابسين اواعي صينيه وبحسسوك انك انت في محل صيني نفس الشيء لو رحت على محل تلياني كله باستا وبيتزا وشغلات كتير زاكيه يعني والحلو كمان انه طرق التنقل يعني توصل من محل لمحل في عمان تقدر تاخذ تاكسي تاكسي عشان توصل من محل لمحل بالعادة بيكون لونهم أصفر وهذا التاكسي على يعني إذا بتطلع برا على الشارع يعني إذا بتستنى تقريبا 5 دقائق على السريع بيجي تاكسي وفي نوع تاني تاكسي اسمه التاكسي المميز تقدر تحكي تليفون مع شركة التاكسي وبيجيك تاكسي وبيوصلك وين ما بدك التاكسي الأصفر اللي حكيت عنه أول بدون ما تحكي تليفون
رخيص كتير يعني ممكن تروح من محل لمحل وبس تدفع دينار واحد دينار زي 70 قرش دولار أمريكي يعني لو بدي أحكي 10 دنانير أردني 14 دولار أمريكي تمام يعني نحن أكثر أوكي طرق التواصل كتير طرق التنقل كتير سهلة في عمان ورخيصة جدا بس إذا بدك تروح مثلا من عاصمة من محافظة لمحافظة يعني من عمان للعقبة أو من عمان للبتراء الأفضل تأخذ باص باص الحلو في الموضوع إنه بتقدر تروح على شركة التنقل وتحكي لهم أنا بدي أسافر بكرة على البتراء في عندكم باصات وبيحكوا لك في باص وبعطيك تيكت واليوم الثاني مثلا لما يكون موعد التنقل بتعطيهم التيكت وبشكل عام كتير ارخص من انك تاخذ تاكسي او اي طريقه تنقل ثانيه بدي احكي لكم عن عمان كمان المطاعم لما تدخل على مطاعم كتير غير يعني مطعم واحد ممكن يكون كتير عن مطعم ثاني بانه في مطاعم مثلا بدك تروح تاكل شاورما مين بيعرف شاورما سندويش شاورما لازم تعرف الشاورما في مثلا محلات شاورما في الاردن كتير قديمه بس كتير زاكيه بنفس الوقت يعني بس بتروح بتوقف عند الكاشير وبتحكي له انا بدي مثلا سندويشتين شاورما او ثلاث سندويشات شاورما ومو لازم تدخل على المحل بس بيكون كتير صغير يعني بس واحد قاعد بيقسم شاورما وبيعمل سندويشات بس في دور كتير يعني في كتير ناس عم بيستنوا فانت ما في يعني ما في محل تقعد ما في طاولات فبس تروح عند الكاشير تقول له مرحبا انا بدي 3-4 سندويشات شاورما بعدين تستنى وبعد زي 5 دقائق بيجي الطلب تاعك اللي انت طلبته مطاعم تانية الأحدث والأجدد وبيكونوا أغلى بالعادة تدخل جوا بيجي الجارسون أو الويتر بيحكي لك وين تقعد وبيجي بطلب منك طلب يعني زي تقريبا زي كأنك بأمريكا المحلات الجداد يعني عادي بتروح بتلاقي طاولات بتقعد وبتطلب الأوردر عادي يعني وزي ما حكيت طرق التواصل يعني كتير سهلة يعني بتروح على محل بتخلص أكل بتطلب تاكسي وعادي بتروح محل تاني لو لسه كمان جوعان بتقدر تروح تاكل زي مين بعرف كنافة مين سمع كنافة انت سمعت كنافة كنافة كتير زاكية كنافة زي هي مو هي أكلة يعني أكل بس يعني هي زي ديزرت بتيجي بعد ما تخلص تحلاي نحن بنسميها تحلاي ديزرت فممكن انا بالنسبه لي لما بدي اروح اكل كنافه بنزل مع اصحابي او مع عائلتي على محل في وسط البلد داون تاون وسط البلد في محل اسمه حبيبه هذا محل كتير قديم بس كتير زاكي وكل حدا بيروح هناك يعني عشان ياكل كنافه البلد إذا بدك تنزل على البلد في عمان البلد كتير قديمة يعني لسه ما صارت حديثة وسكان البلد السكان اللي عايشين بالبلد ما بدهم إياها تصير حديثة عشان هم متعودين عليها هيك يعني سكان اللي سكنوا وطول عمرهم سكنين داخل البلد هم ما بدهم إياها تصير حديثة عشان أهلهم كانوا هناك سكنين هم متعودين عليها زي هيك تمام اوكي بس البلد كتير حلوه وانا كتير بنصح كل حدا ينزل على البلد وتنزلوا جروبس تنزلوا مجموعات على البلد تمشوا مع بعض محلات كتير قديمه في البلد في الرومان امبي ثياتر المدرج الروماني في زمان 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 كتير قديم الرومان احتلوا الاردن وعملوا المدرج الروماني يعني ممكن تشوفوا كتير شغلات من العصر الروماني
هناك. وزي ما حكيت كتير في معالم أثرية في البلد وفي عمان وفي حوالين عمان كمان. بدي أحكي لكم عن المولز. في عنا مول أكتر من مول كتير ضخم كتير كبير المول عنا في الأردن. في كتير ناس بالمول يعني. في مول اسمه سيتي مول وفي مول اسمه مكة مول. كتير كبار هم وكل إشي بدك إياه موجود. مش زي وولمارت بس إنه فيه كتير شغلات. يعني بدك تروح تشتري أكل، بدك تروح تشتري أواعي، بدك تروح تشتري سوفينيرز. يعني أنا لما أروح مع أصحابي هناك بروح إذا بدي أشتري أواعي أو إذا بدي أحضر فيلم بروح السينما أحضر فيلم بروح على المول. وبس حلو تروح تشوف العالم هناك، تشوف الناس وتشوف إيش بيبيعوا. ويعني المول بيورجيك قديش عمان عم بتحاول تكون حديثة. يعني في عنا محلات زي زارا وعنا إيش في كمان أبركرومبي وكل الأشياء الأمريكية تعاونكم كلهم موجودين هناك يعني. بس لما بدك تروح على عمان ما تأكل أكل أمريكي. يعني ما تروح تأكل بيتزا وبرجرز وروح كل أكل عربي. يعني كل مين بيعرف ورق دوالي؟ ورق دوالي، تذكر هاي الكلمة ورق دوالي. ورق دوالي أكل هو أصله فلسطيني، أكلة فلسطينية. بس عشان في كتير فلسطينيين في الأردن فخلص صارت زي أكلة عربية بنقدر نحكي. وكتير زاكي يعني. أنا بشتاق لورق دوالي أكثر من عائلتي يمكن. أنا يعني أسكى إشي ورق دوالي. أنت يمكن ما فهمتوا هاي الجملة. ورق دوالي هو عبارة عن زي ورق عنب فيه رز ولحمة وشغلات. أنا ما بعرف إيش فيه بس كتير زاكي. أوكي. ولازم تجربوا منسف. مين سمع منسف؟ أكيد سمعتوا منسف شوي. لازم تجربوا منسف، مقلوبة، جدرة. هدول كلهم أكلات عربية. حاولوا كلوا أكل عربي كتير عشان إنه كتير زاكي وما في منه. كمان ما تستحوا تسألوا ناس إنه في الشارع مرحبا لو سمحت وين ممكن أروح على هذا المطعم أو أروح على هذا المحل. عشان الناس دائما بتساعدكم ودائما بتحكي لكم وين تروحوا. يعني لا ما تستحي عادي زي كأنك في أمريكا أو في أي محل اسألوا وين هذا المحل. أو إذا دخلت تاكسي ولسه ما بتعرف وين بدك تروح قل له أنا جعبالي مطعم هندي، خلني على مطعم هندي. وبعرفوا هم يعني التكاسي صار له بشتغل تاكسي 10 سنين وعمان كتير صغيرة فبعرفوا كل إشي. كمان بدي أحكي لكم عن المعالم، معالم الأثرية زي إيش. مين بقدر يحكي لي محل أثري غير بترا؟ ما تحكي بترا. جرش، سمعتوا جرش؟ الكولمز، الأعمدة. يعني كتير حلو تروحوا تشوفوا هدولاك المحلات. وغير هيك أنا بشجع تروحوا تشوفوا الكنائس والجوامع في عمان وفي الأردن. في أقدم كنيسة في العالم موجودة في منطقة اسمها مادبة في الأردن، ممكن تروحوا تشوفوها. هي ولا إشي بس هيك شغلات يعني كتير كتير إشي قديم بس موجود. وبشجع تروح تشوفوا جامع محل المسلمين بيروحوا بيصلوا، يعني الكنيسة تاعت المسلمين. وفي مثلا جامع فتحوه قبل 5 سنين اسمه جامع الملكة رانيا أو إشي نسيت اسمه، بس كتير كبير وكتير حلو. يعني بجنن كثير حلو. لازم تروح تشوفوا جوامع. وطبعا المسلمين والعرب يعني في الأردن ما عندهم أي مانع تروحوا تشوفوا الجامع. يعني ما في أي مشكلة.
البنات ممكن تحطوا بس إشي على راسكم، بس كتير عادي تروح تشوفوا. وأنا كتير بشجع تروح تشوفوا الجوامع والكنائس. والحلو كمان بعمان إنه كتير صارت مودرن وكتير صارت حديثة، لدرجة إنه ما في مشكلة بين مسيحي ومسلم يعني في عمان. أنا مسيحي ساكن في الأردن وما عمره كان عندي أي مشكلة مع أصحابي مع الناس، يعني أنا واحد منهم، ما في أي مشكلة دائما بين مسيحيين ومسلمين. يعني في شارع في منطقة اسمها العبدلي في عمان، في كنيسة على جهة، على الجهة الثانية في جامع، وعادي ناس المسلمين بيروحوا بيصلوا، المسيحية بيروحوا بيصلوا، وكله تمام. فحلو تروحوا تشوفوا هذا الاشي، انتو حلو تروحوا تشوفوا كل هذا. وعادي دائما تسألوا اذا عندكم اي مشكلة او مو فاهمين، بس اسألوا وين انا وين مفروض نروح. انا بالنسبة لي خلصت صار ثلث ساعة ولا لسه معي وقت؟ لسه عندك وقت. اوكي طيب تمام إذا تريد. تمام. في حلو كمان أنا كثير بشجع تروحوا وتشوفوا نهر الأردن. مين سمع في نهر الأردن؟ جوردن ريفر. نهر الأردن وين يسوع جيسوس تعمد، يعني في هذيك المنطقة. وحلو كثير تروحوا تشوفوا، هو فقط بعيد 40 دقيقة من عمان، يعني ممكن تاخذ باص تحكي له عن نهر الأردن وتروحوا على نهر الأردن. ونهر الأردن بيكون هي الأردن، بعدين نهر الأردن، بعدين فلسطين أو إسرائيل، فلسطين على الجهة الثانية. كتير حلو تروحوا هناك عشان تشوفوا في كتير ناس مش أردنيين ومش عرب هناك، يعني ممكن تلاقي واحد من الصين دائما في، يعني ممكن من انت عم تضحك، في من الصين، او كثير في ناس من امريكا، وفي كثير ناس من اوروبا بيجوا على المحلات الاثريه. يعني انا لما انزل على البلد في عمان دائما في واحد امريكي او واحد من اوروبا عشان بيحبوا يروح يشوفوا هذولاك المحلات. وكنت بدي احكي لكم عن كينجز اكاديمي. مين سمع في كينجز اكاديمي؟ كينجز اكاديمي فتحها الملك عبد الله، ملك الاردن اسمه ملك عبد الله، فتحها في 2007. فتح هي مدرسه ثانويه، هاي سكول، مدرسه ثانويه من صف 9 لصف 12. 70% من المدرسين، حتى المدير الهيد ماستر تاع المدرسه من أمريكا. يعني المنهاج كيف نحن بندرس، يعني أنا رحت على كينجز أكاديمي، أنا تخرجت من كينجز أكاديمي بعدين جيت على بي واي يو. المنهاج كله تقريبا أمريكي، يعني اللي بيدرسوني المدرسين كانوا من أمريكا، المدير كان من أمريكا. فهذا بيورجي كيف الأردن عم بتحاول تجيب، عم بتحاول تصير حديثة أكتر زي أمريكا وزي الغرب مثل أوروبا. عم بيجيب مدرسين من برا بتحطهم في مدارس أردنية عشان الأردنيين، مش بس الأردنيين، العرب. أنا في كينجز أكاديمي في كتير ناس من دول الخليج بيجوا على عمان عشان يدرسوا في كينجز أكاديمي عشان يتعرفوا على المعالم، مش بس العرب، يتعرفوا على كيف الأمريكان بيدرسوا. وفي كتير ناس هناك، يعني مش بس عرب. يعني أنا أصحابي عندي، يعني عندي أصحاب مثلا من السعودية ومن الخليج في هذيك الجامعة، بس كمان عندي أصحاب من أمريكا أكيد، ومن إنجلند اللي هي إنجلترا، وإيطاليا وفرنسا، وكتير في ناس. فهذا الاشي الأردن وعمان والملك عم بيحاول يعمل، بدنا نكتشف أكثر، يعني عم نجيب ناس من برا على الأردن عشان نتعرف على ناس ثانيين.
طيب انا خلصت هذا، فانتوا اذا عندكم اي اسئله اسالوني، وما تستحوا لو مو عارفين عادي اسال، انا بساعدك. تفضل. حلو. الاكل بالاردن يعني حار بس حار سبايسي حار. هلا انا كثير في ناس بيسالوني هذا السؤال كمان، بس هو مو حار. لو انت بدك حار عادي بتقدر تحط سبايسز او تحط حار، بس هو مش حار. لا هذا اكل هندي. اذا في اكل هندي بالاردن لو بدك حار في حار. ايوه. ويمني مثلا. ويمني اكيد. بس انه يعني منسف مو حار ابدا. ورق دوالي مو حار، بس جدتي بتعمله حار ما بعرف ليش. تفضل. انا سمعت من اهل إز اللي في يعني سينما في المول، وفي يعني اشخاص اللي يجيب اكل وكل هذا طوال مش طوال خلال الفيلم، هذا صح او لا؟ انت سمعت من هذا؟ انه في سينما وفي يعني خصنا أو أقسام أو waiters وهم يجي بيجيبوا لك أكل؟ لا مو في عمان. لا يعني أنا رحت على كل سينما في الأردن. ما أظن في سينما برا عمان العاصمة، بس ما في جرسون بيجيب لك أكل. أنت بتطلع بتجيب أكل. تفضل. في اكل مكسيك؟ في اكل مكسيكي بس مختلف، بس جديد صار في محلات مكسيكيه وما راح يكونوا كثير زاكين هلا عشان لساتهم جداد، بس في مو مثل مو مش زي هون. لا ما في بوريتو. فاي طعام في منطقه برو احسن اكل عربي؟ اوه سؤال كويس. بالنسبة لي أظن في مطعم واحد أنا بعرفه في مول بعمل سندويشة شاورما أكلته أنا زاكي. هو أي مول؟ أظن بروفو مول، مش عارف. أنا أكلت السندويشة كانت زاكية، بس مش زي في عمان. الأكل في عمان كتير أسكر. في مطعم قريب من بروبو؟ في مطعم في سولت ليك. في مطعمين بسولت ليك، واحد اسمه أو فلافل، وفي مطعم تاني اسمه مازا في سولت ليك. أو فلافل صاحب المحل هو من فلسطين وبعمل اكل كثير زاكي، بس تاع مازا انا رحت عليه مرتين وهو مش يعني هو بعمل اكل عربي بس مش زي ما نحن بنعرفه. كيف كافيريو للاكل المكسيكي عندكم؟ يعني هو مكسيكي امريكي صح؟ نفس الاشي مازا عربي امريكي. تفضل. في شركات مثل كوكا كولا بالاردن، بيبسي، في كل شيء بدك اياه. سمي اي فرانشايز او اي مطعم في بروفو موجود بالاردن. ماكدونالدز موجود بس ما تاكلوا، كلوا اكل عربي هناك. وماكدونالدز بعمان اسكى من ماكدونالدز بامريكا. يعني في ماكدونالدز، في برجر كينج، في بابا جونز، في دومينوز، في بيتزا، كل شيء موجود. وفي ماكدونالدز بعمان في يعني حمص وشيء. لا لا. حلو سؤالك، بس ما في. يعني بدك تاكل شاورما او حمص بتروح على محل عربي. وانت تعرف حوالي كم شخص يسكن في ارساكنين في عمان؟
حلو سؤالك. من آخر 5 سنين عشان كتير في refugees، كتير في مهاجرين عم بيجوا على الأردن من فلسطين ومن سوريا ومن العراق، زاد عدد سكان عمان كتير. أنا بتذكر قبل 5 سنين كنا تقريباً 2 أو 3 مليون، هلا تقريباً أنا مش كتير متأكد بس أكتر من 5 مليون في عمان، مش 100% يعني. بس ما أعرف إذا أنت تعرف هذا، بس في طلاب أردني أكثر من BYU، في BYU من جامعات تاني، عشان أعرف طلاب كثير من أردن هنا. أيوة في أكثر يعني. في أردنيين في BYU، في يعني كل سنة BYU بتجيب 2 من الأردن، 2 من فلسطين، مرات أكثر من 2. بس في الجامعات الثانية مثلا، أنا أصحابي اللي تخرجت معهم من كينجز أكاديمي، في زي 20 واحد راح على بوسطن على نورث إيسترن، يعني مش بس BYU فيها طلاب من الأردن. معظمس من أصحابك يدرسوا بأمريكا أو يعني بلد تاني أو بأمان؟ أوكي. معظم أصحابي هلا زي ما أنا حكيت، كينجز أكاديمي كتير كان المنهاج أمريكي، مدرسين من أمريكا، فالطلاب تعودوا على هذا المنهاج وأكتر يحبوا يطلعوا على أمريكا. بس أمريكا أغلى من تدرس في الأردن، يعني إذا بيجيك سكولرشيب أو منحة على أمريكا، الولد بيروح على أمريكا أكيد. أنا بعرف يعني إذا كان في فرصة للولد يدرس في أمريكا وإجته منحة، بيروح بدرس في أمريكا. بس اللي ما إجته منحة أو ما بفضل يدرس بيضل في عمان. أنا عندي أصدقاء كتير طلعوا على أمريكا. تقريبا نفس الشيء. إذا أنت دائما كان بدك تسافر خارج عمان؟ أيوة أنا كان بدي أنا كان بدي أسافر خارج عمان، و يعني أنا كنت بدي أدرس جامعة في أمريكا وما توقعت أدرس في BYU، بس الحمد لله انقبلت وجيت. وكيف سمعت من BYU؟ كنت عم بقدم على جامعات في أمريكا، بعدين مين بعرف طلال صاحبي، أنت بتعرف طلال، كنا أنا وطلال في نفس المدرسة كينجز أكاديمي، وسمعنا إنه في جامعة اسمها BYU، في 2 من جامعة BYU إجوا على كينجز أكاديمي وبدهم يشوفوا كينجز أكاديمي، ف أنا وطلال فرجناهم كينجز أكاديمي وحبونا وقدمنا على BYU وعملنا مقابلة معهم في عمان ويجينا بعدين مع بعض. قبل ما سمعت BYU ما كنت بعرف إيش يعني BYU. كنت بتعرف عن المورمونيون أو صفر، ما كنت بعرف أي شيء عن المورمونز. ممكن سمعت بس ما عمري فكرت أعرف أكثر، عشان خلص أنت في الأردن مسيحي مسلم ويمكن تشوف يهودي بس. يعني في مورمون في الأردن وعم بيزداد عددهم شوي، بس يعني إذا أنت ساكن في الأردن وما عمرك رحت على يوتا أو BYU، مش كتير تعرف عن المورمون، يعني ما بتعرف إنهم موجودين بالأردن.
وفي كتير مسيحيين. في تقريبا 3% مسيحيين. أكتر المسيحيين في عمان. في منطقة في عمان اسمها الفحيص. كتير هناك. يعني بتروح هناك وقت الكريسماس ميلاد عيد ميلاد المجيد وبتشوف زينة وأضواء وشجر كريسماس. وهلأ عشان زي ما أنا حكيت من قبل العمان عم بتحاول تكون حديثة أكتر. قبل سنتين أو سنة تقريبا فتحوا محل جديد اسمه البوليفورد بعمان. عملوا على الكريسماس شجرة كتير كبيرة, شجرة ميلاد, وزينوها وكل حدا راح هناك, مسيحيين ومسلمين وكل حدا احتفل في الكريسماس. يعني عشان هيك أمريكا وتعمل يعني, وهيك الغرب بيعملوا. وبرضه مش بس عشان هيك, يعني بيورجيك كيف في تسامح في الأردن بين يعني في تسامح ومحبة كمان هلأ في عمان بين المسيحيين والمسلمين. تفضل. المسيحيون بعمان شو عادات؟ يعني المرمون معظم منهم دائما يروح على الكنيسة. أيوة. أسبوعين نفس الشيء أو يعني إذا يعني في كنائس كثير في عمان. في كنائس يعني بين كل يعني في كثير كنائس. إذا أنت بدك تروح الكنيسة بتروح دائما مفتوحة. بعملوا خطاب يوم الأحد ويوم الجمعة مرات والسبت. بس أنت يعني إذا بتحب تصلي وبتحب تروح الكنيسة تقدر تروح إمتى ما بدك. يعني أنا جدتي يمكن كل يوم بتروح الكنيسة. لا مش كل يوم بس بتروح. بالأردن في ثقافة كتير أو في ما بعرف influence غربي غربي. في 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 يعني في زي ما حكيت في مطاعم كتير من الغرب. يعني عندنا كتير محلات بيعملوا ستيك وعندنا كتير محلات بيتزا وعندنا كتير محلات بيحاولوا يعملوا الأكل الطلياني والأكل الغربي. وفي كتير ناس من الغرب كمان في عمان ساكنين. فنعم في. بس شو بيدلوا عن الناس في الأردن, الناس من الأردن الانفلونس الثقافة؟ عيد سؤالك كمان مرة. شو بيدلون اوكي فهمت عليك. ايش بيظنون الناس العرب عن الثقافة الغربية وعن الناس جديد صرنا نشجع الثقافة الغربية في الأردن من الحد يعني بهذا الوقت عشان يعني هم أكثر عايشين في العالم الحديث ونحن عم نحاول نصير زيهم. ف يعني ممكن يعني بيختلف من شخص لشخص. أنا بالنسبة لي الناس بعمان وأصحابي بيحبوا الناس الغرب. في ناس تانيين يمكن ما بيعجبهم رأي الغرب. فبيختلف من شخص لشخص. بس الأغلب إنه ما عندهم مشكلة مع الغرب أبدا. أنت يمكن عندك سؤال؟ شكله. عندي سؤال عن ال كيف تقول ال ما بعرف الحكي الأردني. الحكي الأردني. القاء. مرات مثل قاء. أيوة. ومثل كمان حمزة. أيوة. بس أنا بالنسبة لي بحكي قاء. مثلاً زي أقعد بدل أقعد. إيش يعني أقعد؟ يعني في ناس
اللهجة بتختلف من إذا أنت أردني أردني أو أردني فلسطيني أو جيت مثلاً أردني جيت من سوريا. مثلاً أنا جدتي من ناحية أبوي، يعني جدتي أم أبوي هي من الأردن، مثلاً تحكي أقعد أو قلم، بس جدتي أم أمي هي من فلسطين تحكي أقعد أو ألم. أنا بحكي أقعد وبحكي قلم، هيك بحكوا يعني هيك معظم الناس الأردنيين بحكوا، بس ما في مشكلة تحكي أقعد. يعني زي أنت بأمريكا الفرق بين يوتا وسودرنز لسه بتفهم على بعض، بس في شوية في شوية غير. وفي كلمات مع قاف and a cough دائما cough في بالعامية ما بنحكي قاف، ما بنحكي اقعد، ما بنحكي بالعامية يعني، بس اذا كنت عم تحكي فصحى لا احكي اقعد. فبيختلف بين عامية، يعني انا طالع معك اصحاب انا وياك ماشيين في شارع الرينبو بحكي لك اقعد، بس اذا يعني انا عم بحكي معك بطريقه عاميه او بحكي معك بطريقه فصحى بحكي اقعد اقعد لو سمحت. سمعت كلمه مثل القاهره صح، يعني مش كلهم، مو كل القاف كا او ا قاهره، يعني مش قادر افكر في مثال ثاني مثل قاهرة مثلا. قاهرة عشان اسم بلد، اسم مدينة، فيمكن عشان هيك. ممكن تعلمنا يعني كلمة سلانج من الأردن، مش يعني في كلمات سلانج لكل بلد، يعني مش كويس دائما، مش بس شيء like cooler. أيوة. في يعني انا بحكي مع اصحابي، حتى مرات مع عيلتي، مع اصحابي وعيلتي بحكي سلانك عربي، يعني ما راح احكي معهم مرحبا اهلي كيف حالكم، يعني راح احكي انه اذا بحكوا لي بدك تاكل بحكي ايوه يعني اوكي ايوه سمعتوا ايوه من ايوه اوكي ايوه، او مثلا خلص ماشي انه اوكي. ف في سلانج كتير، في سلانج وما تستحوا تحكوا سلانج، ما تستحوا تحكوا هاي الطريقة في عمان مع أي حدا، يعني لو أنت بالشارع أو في يعني مش كتير، بس إنه عادي تحكي للتاكسي أو لأي حدا في عمان أيوة أو ماشي أو خلص. ماشي عادي احكوا اي سؤال ما تستحوا. انتوا راح تروحوا على الاردن؟ مفكرين تروحوا على الاردن امتى؟ خليل ان شاء الله ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما. حتى لما انا اسال امي مثلا راح نروح عند تيتا او عند جدتي ان شاء الله، دائما ان شاء الله عند الاردنيين، حتى لو جواب لا او خلص بس ان شاء الله. تفضل عليك. عادة عبارات مثل هاي يعني لما تقولها كمسيحي يعني العبارات يعني نحسب أنها إسلامية، يعني نبدأ إن شاء الله ما شاء الله الحمد لله الله أكبر. المسيحيين والأردنيين في الأردن طريقة الحكي ما بتختلف، يعني أنا عائلتي مسيحية وبنحكي إن شاء الله، بنحكي الحمد لله، بنحكي كل هذا الحكي بنحكي، يعني هي أكثر شغلة ثقافة من دين،
هي شغلة ثقافة أكثر من دين. يعني لما أنا أحكي الحمد لله، إيش يعني الحمد لله؟ إيش يعني؟ يعني الحمد لله، لله يعني الله، الله God. فيعني أنا مسيحي بحكي الحمد لله، فهي مو شغلة الدين أكثر من شغلة ثقافة. ثقافة يعني اللغة تاعتنا، يعني ما في مشكلة بين المسيحيين والمسلمين. والله أكبر، يعني الله أكبر، what does الله أكبر mean؟ يعني الله the great، صح؟ الله كبير. يعني ما أظن مسيحيين بحكوها. أنا ما حكيت الله أكبر من قبل في عمان، بس ما عندي مشكلة أحكيها، عادي أحكي الله أكبر. بس نعم هي أكثر كلمة إسلامية من كلمة مسيحية، بس عادي نستخدمها. إيش اسمك؟ اسمي تيت. تيت، أوكي. في إيش غريب بالإنجليزي هذاك؟ في إيش غريب في أمريكا أو بالإنجليزي؟ اللغة. اللغة. مثلاً لما أنا أحكي في العربي صديقي، أنت بتعرف إنه عم بحكي عن صديقي الولد الذكر، صح؟ يعني أنت صديقي وأنت صديقتي، بس بالإنجليزي أنتوا الاثنين my friend. فصعب مثلاً لما أنا بدي أحكي لأمي صديقتي، يعني my friend that's a girl that's not my girlfriend، يعني صعب بالإنجليزي، بس بالعربي صديقتي أو صاحبتي، فاهم؟ أو لو ولد خلص بس صاحبي. بس ما عندي مشكلة مع الإنجليزي، الإنجليزي تمام. كيف نحكي هذا؟ إيش صار لك تدرس الإنجليزي؟ صار لي بدرس إنجليزي من لما كنت صغير كتير، يعني من لما كنت يعني بعمان أو بالأردن بشكل عام بيحاولوا يدرسوك إنجليزي من أنت وصغير عشان لما تكبر يكون الإنجليزي تاعك منيح. بس أكتر ركزت على الإنجليزي لما رحت على كينجز أكاديمي، عشان اللي بيدرسوا كلهم أكتريتهم أجانب وأكتريتهم من أمريكا. بس برضو يعني أنا أصحابي اللي في مدارس تانية بحكوا إنجليزي زيهم، وكمان إنه بيختلف من شخص لشخص ومن مدرسة لمدرسة. مدرسة ممكن تكون كتير منيحة في الإنجليزي، مدرسة تانية ممكن ما تكون كتير منيحة، وبيختلف من شخص لشخص. عشان إذا أنت حاب تتعلم إنجليزي كمان ممكن تدرس وتقرأ يعني أنا لما كنت صغير لما أحضر فيلم إنجليزي على التلفزيون دائماً في ترجمة بالعربي، دائماً في سبتايتلز عربي، بس أمي ما كانت تحب إني أنا أشوف الترجمة. كانت تجيب زي إشي وتحطه عشان ما أشوف الترجمة. فيعني لو كنت أقرأ الترجمة أو ما كنت أهتم بالإنجليزي، يعني كان الإنجليزي ممكن يكون شوي أخاف. مش بالضبط زي هيك، بس فاهمين. عندي سؤالين. إذا إحنا في الشعراء ممكن شعراء الرينبو في عمان، يعني وعارف الله هناك، وكيف يعني أنت إيش في شارع الرينبو؟ يعني إذا أنا هناك وعارف على شخص هناك، وكيف يعني شو نعم يعني تحكي عادي like shaking hands or شو عادي في هذا؟ يعني إذا أول مرة ما في مشكلة تسلم على واحد، ما في مشكلة، بس الأفضل إنه مرحبا كيف حالك عادي يعني تحكي معه. بس لو مرحبا كيف حالك زي كأنك في أمريكا. زي كأنك في أمريكا. وإذا هي بنت، إذا هي بنت هذا مختلف شوي. بنت بفضل إنك يعني برضو عادي تسلم عليها، ما في مشكلة، بس الأفضل إنه تترك مسافة، إنه مرحبا من فضلك معلش تساعديني في هذا الشيء. يعني ما في مشكلة في هذا الوقت
يعني زمان لو كنا قبل 10 سنين ممكن اقول احكي لك انه بفضل انك تترك مسافه او ما تعمل دايركت تسلم عليهم. بس هلا ما في مشكله، خصوصا مع الشاب ما في مشكله. بس انه كمان برضه لو انت في امريكا، لو انت في ماكدونالدز قاعد في امريكا، بتروح بتسلم على واحد تقول له ما راح تسلم عليك، يعني تسأل عادي لو سمحت وين الحمام او شيء. ماشي. سؤال مثل هذا بس شريط بالمكسيك، انا كنت مباشر بالمكسيك في الشعر. إذا أمشي بالشعرية وفي ناس اللي ما أعرفهم أيوه. بس دائما أقول Buenos días يعني ايوه يعني بس في الاردن السلام عليكم اوكي مرحبا دائما مرحبا السلام عليكم اوكي لو سمحت يعني عادي. يعني انا لو كنت ماشي في شارع الرينبو وانا ضايع يعني مش عارف وين انا مرحبا لو سمحت ممكن تساعدني او السلام عليكم معلش لو سمحت يعني من العادي تسلم على كل الناس اللي يعني تشوف في الشارع يعني مش مرحبا كيف حالك مرحبا كيف حالك يعني بس انه لو 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 انت بدك اشي كتير طبيعي كتير عادي تسلم على واحد وتساله سؤال كتير عادي وعادي يعني ما تستحي هو بيساعدك. تمام شكرا جزيلا يا شباب وشكرا شكرا ألف شكر يا فارس ولا يهمك ولا يهمك. شكرا عشان انتوا كمان جيتوا.